احنا اعرف لعبه جماعيه احنا هي اللعبه عشان عندنا فيها احتكاك جسدي، بس هو في قوانين اتطورت واتغيرت فتلاقي كارت احمر ودقيقتين، يعني هو القوانين عماله تتطور بحيث ايه العنف، بس الاحتكاك مش هتقدر تعمل فيه حاجه، لازم هيكون في احتكاك. فالاحتكاك اللي هو جسم قدامه جسم، ودايما الاجسام الكبيره، يعني بمناسبه احمد الاحمر عشان هو مهاري قوي، فالاجسام الكبيره لما يبقى فيه لعيب مهاري بيلعب قدامه فبيعوض شويه اللي هو سنه ايه، وممكن زي ما بتقول بلغه كره اليد يتاكل وهو واقف، فايه بيبقى ايه في عنف زياده شويه. يعني مثلا زي مثلا الكره اللي بتيجي اي تصويبه بتيجي في 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 وش الحارس كارت احمر دايركت، حتى لو في بدايه المباراه اي زقه في الهواء، الحاجات بقى اللي هي الخطيره دي، اي زقه في الهواء برده كارت احمر مباشره، اي حاجه من ورا زق برده كارت احمر مباشره. ففي يعني هم طوروا في الحاجات اللي هي الخطيره بالذات اللي هو في الهواء وفي التصويبات وحارس المرمى وش حارس المرمى، دي كارت احمر على طول حتى لو في اول دقيقه. رميه الجزاء نفس الكلام، لو جت في حارس المرمى كارت احمر على طول.